بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطلبة الأعزاء، معلش يمكن راجعني يمكن اثنين من الطلبة بالذات، وبيحكوا انه انت بتشرح من السلايدات، والسلايدات شرح قديم، والطالب تاني بيقول لي انت السلايدات بيختلف عن الكتاب. طبعا انا لازم انا اكون بشكل واضح، اكون وصريح احكي معكم. ما شاء الله عليكم، انتوا اول حاجه الان مش سنه اولى، يعني عشان نكون صريحين وواضحين مع بعض. احنا مرات يمكن الواحد في بدايه الدراسه الجامعيه احنا كتير بنكون واضحين، ولازم انه احنا نشرح بهدوء وكلمه كلمه، ممكن عاديه تلاقي هذا الكلام. لكن احنا الان في سنه رابعه، انت بتتكلم على طالب خريج، اذا بدنا نقول والله واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا مش ممكن. يمكن صدقا انا بدون مبالغة، أنا أول مرة حتى بشرح لمستوى رابع بهذه الطريقة السهلة والسلسة. دائما أنا مستوى رابع بعتبر أنه خلاص، يعني أنت دخلت في الأدفانس، يعني بري جراديويشن، أنت قبل التخرج، فلازم يكون أنت عندك الأمور يعني واضحة، وتكون أنت المفاهيم صارت، يعني أنت زي ما بيقولوا أنت خشيت على مستوى هاو تو بي ليدر، هاو تو بي مانجر، هاو تو بي إديوكيتور. إحنا نيجي معلش يعني نحط انه والله والله بدنا نفس الشيء. وبعدين انا مستغرب من الطالب اللي بيقول لي المحاضرات قديمه وبصر، اعتقد ان انا بسجل وهي هنا مكتوب، يعني قدر قديش اليوم، هي الثلاثاء 23/2/2021، والساعه كم يعني الان؟ هي اذان الظهر تقريبا 11:55 دقيقه صباحا. هذا طبعا يعني انا مش من باب لا سمح الله، وكان بديش انا يعني اكذب او اقول انه لا هذا عيب ومش لا، بس انا بدي اقول يعني لا، الانسان لازم شويه يجي على نفسه ويصير يستعد اكثر. ونتذكر مقوله العالم المسلم بدر الدين ابن جماعه لما قال ان العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كلك. خليكم ذاكرين ان العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كلك. فأنا يعني صدقا مش ممكن يعني إنه نيجي كلمة كلمة. بعدين معلش خلينا نتكلم بكل وضوح، يعني حتى أنا أذكر هاي البداية، إحنا شرحنا المحاضرة لسه الأولى، هاي الكتاب البينيديكو، هاي موجود بينيديكو، أنا ما غيرتش يعني. طبعا نرجع، هو هاي من أصل الكتاب، هو الكتاب اللي بينيديكو نفس الشيء. الـ 2019 متى صار قديم؟ إحنا اليوم كل 5 سنين لما بنعمل كتاب. حتى الدي اس ام 5 لما طلعت في 2013، فيعني معناته في دي اس ام اي 5 وفي دي اس ام 4 كانت قبلها بكثير، علشان تكون الامور واضحه وصريحه. فبنقعد سنوات عشان تغير الكتاب، مش معقول قبل عام ونقعد نقول الكتاب قديم. العلم في بعض الاحيان انا بستشهد في بعض المعلومات من كتب سنه 96، ليه؟ لأن المعلومات ثابتة وقوية وما بدنا إياها. طبعا هذا كلام معلش أنا بدي أعمله مقدمة، عشان بعد هيك ياريت ما أحد من الطلبة يقعد يقول كتاب ويقول كذا. واللي بيسأل يقول إيش أشتري، أنا ما باجي أقول لك اشتري هيك أو اشتري هيك. هذا الكتاب اللي بين إيديك اللي موجود، هي الورد اللي أنا عمالي هيقعد أمامك، هو عبارة عن كتاب يشمل النظري ويشمل العملي. يعني فيه حتلاقي كل شيء نظري، زي بكرة من أشرح مثلا أقول سكيزوفرينيا، هنلاقي سكيزوفرينيا مثلا لو بدنا نقول مثلا بدنا نشرح عن المرض وطبيعة المرض وآليته، في على كل مرض حطيت نيرسنج كير بلان، كيف تعمل خطة رعاية تمريضية كاملة للمريض اللي موجود عنده سكيزوفرينيا، بعدين ديبريشن، بعدين مانيا. هذا مش هنلاقيه في كتب تانية. فأنا الكتاب بنفعش أقول والله بديش إياه، لا، الكتاب لازم، هو أساسي، مش علشان أجبرك تشتريه ولا علشان أخسرك. كمان بكرة ما تخلص وبدك تروح على امتحانات التوظيف، من وين حتجيك امتحان التوظيف؟ هذا الكتاب شامل. أنا اختصرت لك عدة كتب، حطيت لك يعني الملخصات اللي يستطيع الإنسان سنة رابعة يقدر يستفيد منهم، أعطيتك إياهم. فما يجي واحد معلش سامحوني، يعني طبعا أنا مش بعمم، هم فقط يعني 2 من الطلاب فقط اللي راجعوني يعني مش أكثر، فما بدي اعمم انا، بس ما بينفع انه نقعد نتهم نقول هذا قديم وهذا جديد والكتاب بينفعش، لا، الكتاب لازم. طب بيجيني بعض الطلاب بيقول لي طب انت بتشرح من السلايدات. يا سيدي العزيز الله يسعدك وربنا ان شاء الله ينجحكم جميعا. من وين اجت السلايدات؟ انا اللي الفت الكتاب وانا اللي الفت السلايدات، طبعا معنا استاذ فاضل استاذ عماد. اللي بدي اقوله لما انا بطلع الكتاب وانا بطلع من السلايدات، الان زي ولا تشبيه لما نقول والله مثلا فقه السيره او فقه السنه
ونلاقي نقول ملخص فقه السنة، ملخص فقه السيرة. هو لم يغني كاملا، لأنه ممكن يجي سؤال من برا، ما حدا حيجي يقول لي يسألني. طبعا من برا مش بحكي من برا الدنيا، يعني ممكن يكون مطلع على السلايد، لكن من أصل الكتاب. حتيجي تقول لي ما هو ما شرحش، أنا مش حاجة أقول لك إنه يعني بالكلمة بالحرف. وبعدين معلش اللي بيحكي إنه معلش المحاضرة كانت قديمة وبيختلف عن بعض، أنا قدر إن هي قدامك، أنا فتحت الوورد وهني فاتح اللي السلايد اللي تم شرحه. أظن نرجع لو إحنا بدنا نتكلم، بدناش نقول السايكاتريك منتال نيرسينج، لما إحنا قلنا هاي البداية الديفينيشن، هاي الديفينيشن أمامكم على الجهتين. لما رحنا وشرحنا الدي اس ام 5 وبعدين دخلنا شويه على النيرس كلاينت ريليشن شيب، كيف العلاقه بينهم، اظني ما طلعناش بعيد. نفس القصيه هي نيرس كلاينت ريليشن شيب. ولما تكلمنا على الامباثي وايش الكاركترستكس والفيزز، اعتقد هي الامباثي واعتقد هي الفيزز. مش ممكن اجي اقول لك والله بالكلمه انا، يعني لما نقول مثلا فيزز اوف ثيرابيوتيك، لقيت انا في مقدمه قبل الفيزز اللي هي ايش بتقول؟ therapeutic interpersonal relationship it is means by which they، ما ينفعش نقول زي هيك، هذا ببطل اسمه مساق وببطل اسمه شرح. احنا بشكل واضح هذه المقدمه اصلا ضمن المفهوم، يعني هو قاعد بيقول بده يقول لي ان العلاقه العلاجيه هي علاقه بين الممرض وبين المريض، هذه تعتمد على النيرسينج بروسيس. طبعا ليش احكيه؟ دغري بدخل لك على بري، وانا مش حاجه اقول لك في الامتحان معلش بالله احكي لي المقدمه اللي ما بين الفيزز وما بين البري. اتمنى انه يعني هذا الامر ينتهي معلش، واحنا يعني عشان ما نضلش نعمل لغط. فبدك تشتري الكتاب اشتري، بدك تشتري السلايدات اشتري، بدك تشتري الاثنين بكون افضل عشان يكون عندك النظري والعملي، ويكون السلايدات والشرح كله واضح. والامتحان مش هيخرج لا من السلايدات ولا من الكتاب، ومش بالذات السايكاتريك بالذات بحاولش نطلع كثير، لكن مرات واحنا بنشرح بيطلع شيء جديد، يعني ابديت، يعني بكون انا طل يعني اخر معلومه وصلنا لها، بينفعش انا اغمي عيني عنها، لانه حرام. لازم انتم تستفيدوا لاخر حد. يعني مثلا خلصوا مثلا هذا، بدنا نيجي نقول مثلا محاضره اليوم، محاضره اليوم بدنا نتكلم على ايه؟ نتكلم على الرولز اوف منتال هيلث تيم مثلا. خلينا شوي نيجي على الكتاب شويه، ننزل تحت شويه على الرولز اوف منتال هيلث تيم. هاي خلصنا هذه، والرولز هذه نفس العنوان، هاي الرولز اوف منتال هيلث تيم. انا ما بدي اجي اتكلم بالمقدمه لانه مقدمه عامه ما بتنفع، يعني ما بينفعش اجي اقول، وما تصدقوا او ما تنبسطوا من اي استاذ او اي زميل او اي احد يجي يشرح لكم بالكلمه. انت في الاخر قدامك امتحان توظيف، قدامك ماستر، قدامك تتوظف هنا او هنا، قدامك تنحط في انترفيو، لازم يكون عندك العلم بالشموليه. فمثلا هاي سايكاتريك نيرس، انا لسه الان بدي اشرح، وهي سايكاتريك نيرس. لو رحنا سوشيال وركر هنلاقي بعدها سوشيال وركر، لو رحنا هنا بعد ايه في هنا السايكاتريست هنلاقي السايكاتريست. طيب هنلاقي هنا ايش كمان؟ هاي رقم أربعة سايكولوجيست، تمام، وهنا حطينا سايكولوجيست. طيب انا عندي هيك مظبوط وهيك الكتب كتبت، لكن حاليا الان موجود عندنا في قطاع غزة وموجود في العالم العربي انه في كمان اثنين اعضاء مغفولين مش موجودين، فهل اغفل عنهم؟ لا، فانا السلايدات اضفتهم، اللي هو واحد اسمه سي بي ان اللي هو الكوميونتي سايكاتريك نيرس، اسمه ممرض او حكيم الرعاية النفسية، هيك اسمه. في عندنا زي حكيم الرعاية الاولية، في حكيم رعاية السكر، في حكيم رعاية الضغط، هذا اسمه حكيم رعاية نفسية. وواحد اسمه او تي، ايش يعني او تي؟ اسمه اوكيوبيشنال ثيرابيست، اسمه المعالج الوظيفي. صحيح مش موجود في الكتاب، بس احنا مش معقول اظن اقول والله لا هذا موجود مش موجود. فاللي مش موجود هنا لو كانت عباره بكملها هنا، وانا حطيتها حتى في الكتاب. انا بحدد كتاب وانا بشرح لك، بحدث للي بعدك عشان 2022، وان شاء الله لما بيجي 2022 بنحدث للي بعده وهكذا. فما بينفع يعني هذول الدورين انا مش موجودات في الكتاب لانه ما كانش في الكتب مكتوبه، اليوم صار جبناهم. فانا بتمنى بعد هيك يعني خلاص الموضوع ينتهي، ويا ريت نكون يعني عشان نكون على قدر المسؤوليه. معلش طولت عليكم، والان نبدا الشرح الاساسي عشان احنا نكون واضحين. نكبر هنا ان شاء الله، نبدا من بدايه السلايدات. طبعا اول شيء بنتكلم على اللي هو الادوار اللي بقوموا فيها اللي هو اعضاء الفريق الصحي في الصحه النفسيه. طبعا انا حكيت في البدايات انه
مش الممرض لحاله والطبيب اللي بيكون في الساحة، لا بكون مع ناس تانيين بيساعدوه علشان يقدروا يتعاملوا مع المريض. طبعا احنا في شغلات كتير لازم نكون احنا دايما نركز عليها، انه المريض مش معقول انه فقط انسان واحد بده يتبع معه، والا حندخل في قصة الترانسفيرنس اللي احنا ذكرت معانا وقصة الكاونتر ترانسفيرنس. طب يا ترى ايش هي الادوار ومين هذول اللي بدهم يشتغلوا؟ طبعا احنا شملنا الادوار اللي موجودة في داخل المستشفى واللي خارج المستشفى. اول دور واول انسان شخص كتير بده يتعامل مع المرضى هو اسمه سايكاتريك نيرس. لما نقول كلمة سايكاتريك نيرس احنا بنقول عنه ايش؟ زمان كان يجي اي ممرض عملي بيمشي الحال. كيف يعني اقول ممرض عملي؟ يعني درس لمده سنه ونص، او درس مثلا لمده ايه، او درس لمده سنتين، هذا يكون معاه ايش؟ دبلوم تمريض، ويجي يتعامل مع مرضى. لكن اليوم اختلف الموضوع، صار يتعاملوا المنتل هيلث زيها زي حاجه بسموها الادفانس. يعني لما نقول كلمه والله ادفانس ويرك، او مثلا اقول مثلا ادفانس كير او ادفانس كلاينتس، هذول الناس بدهم شيء متقدم. الشيء المتقدم معناته الحد الادنى لازم يكون ار ان. مين هو الار ان؟ يعني ريجسترد نيرس. ريجسترد نيرس لازم يكون حكيم، يكون يحصل على درجه بكالوريوس في التمريض. طبعا لما انا قلت كلمه ار ان، لو حدا سال طب ليش يا استاذ انت قلت ار ان وقلت اور بي اس ان؟ لانه اي انسان بيدرس تمريض 3 سنوات او اكثر بنحكم عليه انه حكيم قانوني. عشان هيك كلمة حكيم البداية تبعتها هي 3 سنوات متواصلات. علشان هيك لو رحنا المستشفى حنلاقي ناس 3 سنين وناس اكثر من ذلك، او يحمل درجة الايش بي اس ان اللي هو الباتشلر ديجري اوف ساينس اوف نيرسينج، اللي هو بكون يعني عنده درجة البكالوريوس في التمريض. لكن هل هذا يكفي انه يعمل ونسميه سايكاتريك نيرس؟ لا. لو كل واحد اشتغل غاد ممكن نقول عنه ايش؟ انه والله هذا مثلا ريجسترد نيرس ان سايكاتريك هوسبيتال او ان سايكاتريك كلينيك. لكن بنقدرش نقول عنه كلمه سايكاتريك نيرس الا اذا صار عنده بوست جراديويت كورس ان منتال. لازم يكون بوست جراديويتد، يعني تخصص وعمل دوره بعد البكالوريوس، زي ما بيكون عندنا في مراكز زي مركز غزه للصحه النفسيه ومراكز النفسيه بشكل عام بتعمل دوره مطوله، او مرات عندنا في داخل الجامعه بيعملوا دبلوم في الصحه النفسيه. هذا الدبلوم بأهل الانسان بعد ما يكون مع البكالوريوس انه يصير اسمه سايكاتريك نيرس. طبعا لايش هذا بيكون موجود؟ دوره مانج كلاينت كير، يعني هو بيقدم الرعايه للمريض. مش بس هيك، هو بيساعد في اعطاء العلاج وبراقب كاتب لنا مونيتور ميديكيشنز. طبعا ليش بنقول هيك؟ لانه العلاج اللي بده ينعطى للمرضى النفسيين مش زي العلاج اللي بنعطى في المستشفيات الثانيه، لا ابدا. يعني نقول والله هذا اخذ اكامول، اخذ الدوبامين، لا ربما الدوبامين يستخدم هنا هنا، يبقى بيستخدم مثلا نقول كيفليكس موكسيبين سيفلكسين. هذا الشغلات مش هنلاقيها غادر، ربما في النادر جدا هنلاقي أدوية نفسية إلها دلالات وإلها متغيرات بتصير على المريض. فلازم هذا الحكيم الشاطر الفهمان يراقب حالة المريض ويعملها مونيتورينج. طب مش بس هيك، شو بيعمل كمان؟ بقول أنا كمان أسست بساعد في السايكاتريك تريتمنتس وفي الفيزيكال تريتمنتس. يعني فرضا أجينا مريض صار بدريدن، هو مريض نفسي لكن بدريدن، هل أتركه؟ لا، ما أنا دارس جنرال نيرسينج. مريض صار في عنده مثلا another disease، صار عنده سكر، صار سكر بلا، هل معناته عنده سكر يعني بده يصير عنده mental problems؟ لا بده يصير. او مثلا عنده hypertension او كذا، فبده يضطر يعطي كمان علاج physical. teach clients كمان، هو بساعد في تعليم المرضى والfamilies. وكلاينت ادفوكيت، يعني هو دائما زي حكايه ناصح دائم لمين بينصح وبيحامي وبيدير باله على مين، على المريض، عشان دائما يحاول يحسس ايش يحلوا مشاكل المريض. كتير مرات انه المريض مش قادر لانه عنده للاسف في دور المرض وطور المرض الموجود عنده صار يعني اوفر ديبندنس اون ذا نيرس. فبالتالي دور الممرض في هذه الحاله انه يبعده شويه عن حاله الديبندنسي ويخليه اندبندنت. طيب اثنين، في عندنا حاجه اسمها السوشيال وركر. السوشيال وركر بسموها الباحث الاجتماعي. طب ايش دخل البحث الاجتماعي؟ هو مسموش عامل مجتمعي، يعني لو واحد بيجي بيدور على الترجمه الحرفيه، لا. هنا لما اقول بحث اجتماعي وما نقول والله هذا ايش دوره ايش دخله يكون موجود في المستشفى، لا، له دوره له دخل.
له دور، له دخل انه يشتغل. طب ايش بيعمل؟ هذا لازم يكون مخلص بكالوريوس بس ايه، علوم اجتماعية. كيف يعني علوم اجتماعية؟ لازم يكون دارس زي مثلا عندنا الخدمة الاجتماعية، درس خدمة اجتماعية عشان انا بدي اياه. ليه؟ انا حاعطي علاج والطبيب حيكتب العلاج وانا حتابع، لكن ممكن يكون في عندي مشكلة انه انا مشكلة اجتماعية مش قادر احلها. انا التمريض ما بدخل بقدر يدخل في المشكلات الاجتماعية والمشكلات اللي يعني السلوكية البحتة، لانه حنلاقي في ناس متخصصين في الامر هذا. طب ليش هذا موجود؟ لازم يكون معاه بكالوريوس ويجي هنا دوره ايش؟ انا كوندكت فاميلي اند كوميونيتي اسسمنت، يعني هو له علاقة بتواصل مع العائلة، تواصل مع المجتمع. طب ليه؟ هلقيت بقول لك ليش؟ في حاجة اسمها الجروب اند فاميلي ثيرابي، بيعمل مجموعات للمرضى وبيعمل علاج كمان عائلي. طب ليش هذا؟ حتى بقول لي انا اكت از ايش انا؟ لايزنز. ايش يا لايزنز؟ ترجمت لكم اياه اسمها انتر ريليشنز، يعني له علاقات في المجتمع. طب ليش له علاقات في المجتمع؟ هذا دوره يتبع اللي هو المريض كاجتماعي من الناحية الاجتماعية، يعني يتبع مثلا أهله، إخوته، زوجته، وإذا كان هو مرته، ابنه، بنته، ويتبع برا افتر ديسشارج. بعد ما يطلع بيضل متبع معاه إنه إيش صار، كيف وضعه، كيف وضعه في المجتمع، عشان يحاول يخفف الاستيغما اللي موجودة في البيت واللي موجودة في الأقارب. وإذا خفت في الإطار العائلي إن شاء الله بتخف في الإطار المجتمعي. يبقى دوره مهم كمان يكون موجود. طيب اللي بعده سايكاتريست. من حد من يسمع كلمة سايكاتريست؟ يعني هو أخصائي نفسي. لما نقول كلمة أخصائي نفسي معناته هذا طبيب، بس مش أي طبيب، لأنه الطبيب العادي لو راح على المستشفى ممكن يشتغل. يعني ما يجي واحد يقول لي طب يا أستاذ أنا لقيت في مستشفى الطب النفسي طبيب عام. ممتاز، هذا اسمه جي بي، جنرال براكتيشنر، يعني طبيب عام يعمل في مجال الصحة النفسية. في فرق بين الجي بي زي ما اروح على المستشفى ويلاقيني طبيب، طبيب عام يستقبلني في الاستقبال ويقول لي انت عندك مثلا مغص، لكن خلينا نتاكد انه هل عندك انت ابندسايتس ولا لا. مجرد ما قال خلينا نتاكد بيعمل عرض، العرض هذا بده يروح على اخصائي. طب كيف العرض بده يصير؟ حسب التخصص. إذا كان التخصص ميديكال بنقول والله ميديكال سبيشاليست، وإذا كان والله سيرجيكال بنقول هذا سيرجن أو سيرجيكال سبيشاليست. طب إذا كان متخصص صحة نفسية اسمه سايكاتريست. إيش دوره هذا؟ هو الوحيد اللي مسموح له بعد ما يتخصص ويصير عنده زي مرات بورد عندنا إنه يدخل المرضى في داخل المستشفى أدميتنج، مش بس هيك بريسكرايبنج ميديكيشنز، هو اللي بيوصف العلاج وهو اللي بيشخص. علشان هيك التشخيص مش سهل ومش دور اي حدا، وبالمناسبة مش بالسهل يسجل يعمل تشخيص بسهولة، لا بيطول عبال ما يعمل التشخيص. طيب ايش دور السايكاتريست كمان؟ بقول لي كمان انا دوري ادمينسترينج، انا بعمل كمان بقدم للمريض الكتروكومبالسيف ثيرابي. انا لو احتاج المريض غصب عني ان اعمل له جلسات اللي هو علاج عن طريق اللي هو الصدمات العصبية، فأنا الوحيد اللي بقدر أكتب ECT ثيرابي. لما نسمع كلمة ECT يعني Electrocompulsive Therapy عشان نكون حافظينها، ما حدا بقدر يكتبها إلا الأخصائي. مش بس هيك كمان بقول لي هو بتواصل مع مين؟ مع الإنش فاميلي دائما ثيرابي. هناك فاميلي اللي قبله فاميلي، خلينا نقول ريليشن فاميلي سبورتينج، لكن هذا فاميلي ثيرابي. حيجي واحد يقول لي طب إيش دخل فاميلي ثيرابي؟ حنلاقي بكرة إنه كتير من المرضى النفسيين يؤثر ويتأثر في البيت، وفي ناس مرضت زوجته ثم هو مرض، وفي ناس هو مرض وبعدين زوجته صار عندها المرض. الأمر مش سهل، معاشرة المريض في حياته ومعيشته لمدة طويلة وعدم وجود ناس مساعدين ممكن يعرض الإنسان اللي بيقوم بالرعاية له، يتعرض أنه يصير عنده مشكلة نفسية. الرابع طبعا اللي هو السايكولوجيست، اسمه الأخصائي النفسي. اسمه ايه؟ الأخصائي النفسي. طبعا وانا كمان مرة بأشرح بكل أريحية بهدوء علشان انتوا بدي تكونوا يعني ما بدي حد تسألوا انه والله فهمتوا شهادي او ما لا، بحيث انك تخلص المحاضرة وتكون 100% ان شاء الله يعني التصقت عندك في المايند. فمين هذا السايكولوجيست؟ السايكولوجيست هذا يكون عنده باتشلر ديجري، يعني عنده بكالوريوس في ايش؟ في حاجة اسمها كلينيكال سايكولوجي. احنا عندنا في ايه في الجامعة الإسلامية
ناس بسموها أخصائي نفسيين. شو بدرس؟ بدرس علم نفس كلينيكي أو علم نفس عيادي. طبعا ما تقول لي تمريض، لا مش تمريض، هذا بدرس نواحي تربوية ونواحي سلوكية ونواحي علاج سلوكي، علاج معرفي، علاج له علاقة بالإيه، علاقة ملوش علاقة بالميديكيشن أبدا، له علاقة بالبيهيفير بأيا كان أو حتى بالهيومانيتي. طيب administer psychometric test، شو الادمنستر سايكومتريك تيست؟ يعني هذا بيعمل، هذا الاخصائي النفسي هو دوره الاساسي يعمل اختبارات نفسيه. زي كيف؟ اعطيكم مثال عشان ليش بطول اني وانا بشرح اكثر وبطور روحي في بعض المصطلحات لانه مش هنفهمها الا بالشرح. فمثلا هذا السايكولوجيست لما بيجي مريض، افرضوا اجى مريض لا قدر الله يعني قاتل، اجى مريض كريمنال كلاينت يعني عمل مشكله، او مريض يدعو انه هو مريض نفسي، او هو يدعي انه صحيح ولكنه مريض نفسي، مين اللي بيكشفه؟ بيكشف هذول الناس السايكولوجيست، الناس اللي عندهم ايه؟ اخصائي نفسي بيجي بيعمل له اختبار نفسي، اختبار شخصيه، اختبار تحليلي، فهذول دورهم، لكن بيعطيش علاج، ممنوع. فهذا بس دوره ايه؟ اعمل علاج نفسي. وما يجي حد لما اقول لك كلمه سايكوثيرابي لا يعني تعطيه ميديكيشن، لا، لانه اسمه سايكو فارما ثيرابي، اما سايكوثيرابي يعني علاج نفسي. طبعا نوت بريسكرايب ولا ادمنستر ميديكيشنز، ملوش علاقه في العلاجات. طبعا هذا اللي عندها موجود في الكتاب، هذول التنين مش موجودات في الكتاب، لكن انا زي ما احنا قلنا في بدايه المحاضره اشياء جديده انا لازم احدث لك اول باول. ففي عندنا هنا شغلة يعني إنه حاجة جديدة طرأت اسمها CBN، هم موجودين بس ما كانوش مسميين. مين هم CBN هذول؟ اللي هو الكوميونيتي سايكاتريك نيرس، هذا الحكيم اللي بيعمل في العيادة النفسية اللي خارج المستشفى. ربما تكون عيادة داخل المستشفى، احنا لا يوجد في كل قطاع غزة إلا عيادة واحدة خارجية داخل المستشفى اللي هي في مستشفى الطب النفسي، لكن باقي العيادات كلها خارج المستشفى. هنلاقي عيادة موجودة في الشجاعية، عيادة موجودة في الشمال وجباليا، عيادة في الزوايد، عيادة في الدير، عيادة في رفح، عيادة في خان يونس وهكذا. وهذه العيادات اللي بيشتغل فيها وبيطول اسمه ايه؟ اسمه CBN. ايش يعني CBN؟ قلنا هو عبارة عن mental health nurse، هو حكيم بيعمل في الصحة النفسية، لكن عنده إيش هنا؟ معاه الدبلومة اللي احنا حكينا عنها، لكن إضافة على الدبلومة اللي أخدها أو الكورس اللي أخده بعد البكالوريوس، في عنده حاجة اسمها further training، يعني إله تدريب زيادة على المنتال إلنس في الكوميونتي. يعني أقرب ما يكون هذا زي الممرض اللي بيشتغل في النوت كوميونيكابل ديزيز، اللي زي اللي موجودين في مرضى السكر، بيشتغلوا مع مرضى الضغط، بيشتغلوا على المرضى المزمنين، فهذا زيهم بيعمل فقط، يعني ملوش علاقه بالمستشفيات. طيب السادس حاجه اسمها او تي، يعني اوكيوبيشنال ثيرابي. لما كلمه اوكيوبيشنال ثيرابيست اللي هو المعالج الوظيفي. طب يا ترى ايش دور المعالج الوظيفي؟ هذا انسان كواليفايد ممبر، يعني بنجيب ناس ذو كفاءة عالية جدا في درسوا إما سيكولوجي أو سوشيال ويركر أو علوم إدارية، وبنيجي بنقول بس يكون ما لازم يكون له علاقة ببعض المساقات النفسية. هذا إيش دوره؟ يجي improve the quality of life، بس أنا جايبه يحسن لي جودة الحياة تبعت مين؟ تحت المرضى. ليه؟ لأنه في ناس عندهم mental health problems، فرضا المريض بدينا نعطي العلاج صار في عنده مشكلة ما قدرناش نسيطر عليه في شغلة معينة، أو بدأ يتحسن. لما بدأ يتحسن أنا مش عارف يعني مش عارف كيف أنقله النقلة الثانية للمجتمع، فبيجي الدور الوظيفي. كيف الدور الوظيفي؟ هذا من 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 خصيته وتخصصه أن يتواصل مع الناس المسؤولين، يعني زي مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، مثلا وزارة الشباب والرياضة، مثلا الديوان الموظفين، من واجبه يتواصل مع هذول الناس يقول لهم احنا عندنا في ناس متأهلين، عندنا كان ممرض مثلا لا قدر الله مريض، او عندنا والله انسان مع توجيهي ودخل في طور نفسي والحمد لله انا اتحسن، يا ريت انا بتمنى عليكم تلاقوا له وظيفه
تكون تليق بقدراته ويمشي فيها. طبعا ما حد يستغرب لو قلت لكم انه يعني سيبوكم من الوضع الاستثنائي اللي دائما المشاكل موجودة عندنا، لكن في الوضع الرسمي والرئيسي في 5% من الوظائف العامة في جميع الوزارات للناس اللي هم بيسموا السبيشال بيرسونز. لما اقول لك السبيشال بيرسونز يعني الناس الذوي اللي عندهم اعاقات معينة، اعاقة نفسية، اعاقة جسدية، اعاقة حركية، ايا كانت، فهذول لهم حصة. فهو لما هذا دوره ان يتواصل مع المؤسسات ويحاول يجيب لهم اعمال. وعلى فكرة بكون في مصداقية في الموضوع، لأنه هو ملوش حسابات خاصة. هذول الناس مرضى، كيف بدك تطلع تحسن جودتهم؟ يمكن واحد يعني في شغلة اكتشفناها إنه بيقدر يأديها، لكن مش عارف يأديها في مكان معين. ممكن يتواصل مع المؤسسة تبرز مواهبه، له علاقة بالموسيقى، بالتريكو، له علاقة بكذا، بيروح بودوه في مؤسسة تبرز مواهبه. طيب الآن interventions اللي هو applied by psychiatric nurse، احنا ايش اللي هو الدور اللي احنا بدنا نطبقه واحنا بنشتغل مع المرضى؟ رحنا نتدرب. طيب ايش المطلوب منا؟ او انا توظفت في المستشفى الطبي النفسي، اول حاجة counseling. بيحتاج مني الامر يكون ايش يعني counseling؟ يعني counselor. انا ما بقول لك انت مرشد نفسي، لكن انت في عندك client بدك تهاو كيف بدك تعمل improving or regaining their coping. هو عنده coping abilities، كل شخص فينا عنده مهارات تأقلم، لكن مهارات التأقلم تضعف عند المريض النفسي. عشان تحسن مهارات التأقلم عنده، بدك تتكلم على الكوميونيكيشن سكيلز وتحسن مهارات التواصل وتحسن المشاكل إذا قدرت عنده، وإذا في عنده كرايسز تحاول تتدخل. هذا كله بين قوسين يسموه ايش كمان في الاخر؟ ستريس مانجمنت، اللي هو اداره التوتر. هذا يعني كونسلنج، يعني انا الحكيم لما يقعد مع المريض النفسي ويجي يقول له مثلا والله معلش انا مش متحمل حدا، انا ما بديش يزورني فلان، خلاص ما تخلوش يزوره، انت كانك عملت له ارشاد. انا لما يقول انا اذا روحت انا بدي اقتل فلان، انا بدي اعمل كذا، فالآن بيحاول يعمل له نوع من الإرشاد، يمكن أنه دخل في صدمة مش قادر يطلع منها. فبدور الحكيم هنا أنه يشتغل دور الكونسلر، not specialist وإنما as a general counseling. طيب اللي بعدها self-care activities. لما نقول كلمة self-care activities يعني الأنشطة اللي هي العلاقة بالرعاية الذاتية. كيف الرعاية الذاتية؟ ما احنا قلنا المريض للأسف بكون dependence على مين؟ على الحكيم بشكل كبير، لدرجة انه بكون يعني بده انه الممرض والحكيم والطبيب يعمل له كل شيء. لا، احنا بدنا نحاول نشجعه انه انا لا، نخلي نوصل الاندبندنسي قد ما بيقدرها على حسب كلاينت، بس قد ما بيسع قدرته. يبقى اول حاجة من الادوار التطبيقية للممرض في الصحة النفسية والحكيم والطالب counseling self care. اللي بعدها environment therapy. فمثلا ممكن نلاقي كلمة environmental therapy، هنلاقي يمكن الكلمة نفسها تختلف، مش معنى ذلك فانه غيرنا كلمة او كذا. العلاج اللي له علاقة بالبيئة، لما نقول علاج البيئي اي شيء يحيط في المريض يسمى بيئة، health environment، psychological environment، physical environment، اللي انتو بدكم اياها. في الاخر انا بدي therapeutic environment، هاي اللي بدي اوصله. اصعب شيء على المريض انه تكون البيئه اللي حواليه مريضه، البيئه اللي حواليه المريضه هي اللي مرات بتجيب له الاشكاليه. فبالتالي انا قدر الامكان بدي احاول انه كيف انا اخلي البيئه، يعني مش اغيرها، اعمل تغيير، اعمل نوع من السبورت. يعني مثلا فرضا واحد يعني طول ما هو عايش عند اهله متزوج ودخل في مرض نفسي، هو المشكلة الكبرى مثلا مع أمه، مع أبوه، مع أي حدا، لازم يتدخل السوشيال وركر ويتدخل كمان الأوكيوبيشن ثيرابي، يقول لهم لا لو سمحتوا لازم أنتوا تغيروا البيت وإلا ابنكم حتفقدوه، بصير مش غلط. ليش؟ عشان نصل لتحسين البيئة حول المريض. يبقى له علاقة بالتيش سكيلز، encourage communication، يعني هو بيشجع المهارات التواصل، بيحسن البيئة حول المريض، بيعطيه إذا عنده مهارة معينة بيعززها عنده. طيب أربعة عنا psychological interventions، مش كمان من التدخلات اللي أنا في شغلي فيها كتمريض وكممرض وكحكيم في الصحة النفسية، إنه أنا كمان دوري إنه تدخل نفسي، مش معالج نفسي ولكن تدخل نفسي. يعني أنا التدخل نفسي لو حدا أجا قال لي طب ما أنت قلت دكتور إنه psychological intervention ملهاش علاقة بالإيه
انه الامور العلاجيه لا هي ملهاش علاقه، صحيح، لكن انت اللي بتعطي العلاج. طب لو حد قال لي طيب ليش، ايش دخل العلاج السايكولوجيكال؟ لا، ما هو العلاج نفسه حنلاقي انه حيعمل سايد افكت، هذا السايد افكت منها كتير امور نفسيه. يعني لقدام حنعرف انه في بعض العلاجات بتخليه يعمل حركات غريبة، بعض العلاجات بتخليه عنده أفكار ربما شوية تختلف عن اللي كانت موجودة سابقا، أو سلوكيات أو communication skills اختلفت. هذا يعني أنه أنا بدي يكون عندي تدخل نفسي، لو صارت أو زادت بدي أروح أحكي للطبيب عشان أوقف العلاج، زي لما كنا نعطي علاجات في المستشفى لأي مريض ونلاقي مثلا لا قدر الله صار عنده vomiting أو صار عنده allergy، كنت اروح مباشره انا نحكي للايش للدكتور نقول له هذا العلاج مش ظابط يروح يوقفه. فبالتالي نفس القضيه في قضيه اللي هو متابعه اللي هو العلاجات اللي ممكن نعطيها للمريض النفسي. طيب اللي بعدها بقول لي كيس مانجمنت. لما اقول كلمه كيس مانجمنت يعني احنا ايش دورنا؟ دورنا انا بارتيسيبيت، نشارك في ايش؟ في الكلاينت كير. ليش قال لي بارتيسيبيت ان كلاينت كير؟ ليش ما قال كلمه بروديوس كلاينت كير وخلاص؟ ليش ما قال انه نيرس هو المسؤول عن كلاينت كير؟ لانه احنا قلنا في حجز مش هنا كوردينيتس، يعني هو مسؤول عن مسؤول عن التعاون مع كل اللي حواليه. مين هم؟ provided by others. في بعض الناس حيدخل على الخط، السايكولوجيست حيدخل على الخط، السايكاتريست حيدخل، السبيشالست تبعت السايكولوجي برضه حيدخل على الخط، لكن مين اللي حيتابع الحاله كمتابعه كامله؟ هو التمريض. بالمناسبه أكثر واحد بيقعد مع المرضى هو الحكيم، هو الممرض. ليه؟ لأنه الحكيم أكثر شيء بيكون، لما عارفين كيف نظامنا في day و evening و night، باقي الناس المتخصصين بيكونوا بس بيجوا في فترة الصباح أو زي مثلا فترة مرور بيتعاملوا مع المريض وبعدين بيتركوه. علشان هيك أنا بدي أعمل حاجة اسمها case management اللي هو إدارة الحالة. وبالمناسبة حتى اليوم في الأبحاث العالمية انت في بقى كتير من الناس بيجي بينشر، بس يعني احنا بنتكلم على ارتكلز، بعض الناس بنشر ابحاث، بعض الناس بيجي بيمسك حالة. انا شخصيا نشرت اكتر من حالة، كنت امسك حالة معينة مثلا ونيجي نناقشها من كل الجوانب ونعملها ادارة ونوديها على المجلات، تقبل زيها زي اي بحث في العالم. فبالتالي ادارة الحالة ومتابعة الرعاية المقدمة من الجميع هي من اختصاص مين؟ السايكاتريك نيرس او الستودنت نيرس اللي عماله ما شاء الله بيدرس اللي هو سايكاتريك اللي هو سابجكت ورايح يتدرب. طبعا انا لخاطر ما نطولش في هذه المحاضره عشان انا بدي المحاضره الثانيه، معلش هي اخذت الدقائق الاولى في المقدمه، اخذت ربما الدقائق الاكبر عشان بس موضوع توضيح الباوربوينت بشكل عام وتوضيح الكتاب. ان شاء الله في المحاضره القادمه حنتكلم، احنا تاهينا نتوقف هنا لعند، لانه على في كلام كتير احكي عن السايكاتريك دايجنوسيس اللي هو التشخيص اللي هو النفسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.